بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة فيديو جديد، والنهاردة هنشوف ازاي بنشتري دومين من موقع نيم تشيب، وطبعا كيفية ربط الدومين بتاعك بمدونة بلوجر الخاصة بيك. فالنهاردة تابع معايا الخطوات اول باول. طبعا هنبتدي الاول، ندخل اول عاوز اوريكم حاجة بس في موقع تاني، هنشوف موقع جدادي الاسعار فيه عاملة ازاي، وبعد كده هندخل على موقع نيم تشيب. ونيم تشيب هو الافضل طبعا، ولكن هندخل على جودادي علشان نعرف الاسعار عامله ازاي. طبعا احنا شرحنا دوره بلوجر 2022، وشرحنا كل مراحل بتاعه المدونه وانشاء مدونه من الصفر الى الاحتراف. فانت هتلاقي البلاي ليست في القناه الخاصه باتعلم تقنيه، وهسيبها لك في برضو في وصف الفيديو. فاحنا بس هنخش على طول دلوقتي على موقع مثلا جودادي، وموقع جودادي بيبان لك بالواجهه اللي انت شايفها ديت، وبيجيب لك اهو يعني مكان للبحث عن الاسم الدومين بتاعك الخاص بيك. وطبعا هو جايب لك عرض كده يعني غريب قوي، يعني هو مش عارف ليه دايما يعني بخش جدادي بطلع منه على طول بسبب اسعاره. اسعاره بقت غريبه، جايب لك ان انت تقدر تشتري مثلا دومين دوت كوم. اهو بص جايب لك ازاي، اهو دومين دوت كوم فور اونلي 1 سنت. 1 سنت مش عارف يضحك على مين هو، يعني هو بيقول لك 1 سنت دولار و1 سنت من السنه الاولى. بس بيقول لك ايه بقى، بيقول لك ان لازم تشترك في السنه الثانيه، والسنه الثانيه ب 22 دولار. طب انت بتضحك عليا، يعني انت دلوقتي واخد السنتين ب 22 دولار، يعني تقريبا السنه الواحده عامله 11 دولار. انت كده عملت لي ايه؟ انت بتقول لي 1 سنت، وتلاقي الناس بتخش تعمل الطلب بتاع الشراء ويتفاجئ بان هو 22 دولار. فالموقع طبعا موقع جدادي كان زمان انا اتعاملت معاه وكان جيد وكانت اسعاره جيده، ولكن دلوقتي اسعاره غريبه بصراحه، وانا ما انصحش بيه. وفي مشاكل برضو، الدعم الفني برضو مش سريع زي نيم تشيب، فانا ما بفضلش دلوقتي وما برشحش موقع جدادي. ولكن هندخل على موقع نيم تشيب. موقع نيم تشيب انا شرحت فيديو قبل كده عن كيفيه شراء دومين من نيم تشيب، ولكن هنشرح برضو تاني مع كيفيه ربط الدومين بمدونه بلوجر الخاصه بينا. فهنيجي هنا بكل بساطه، هتلاقي الموقع فتح بالشكل ده، بيقول لك بص بقى، لو انت اول مره بتشتري من نيم تشيب بيقول لك دوت كوم الدومين اللي بيبقى اخره دوت كوم اونلي ب 5.98، يعني 5 دولار و98 سنت، اللي هو 6 دولار تقريبا، ودوت رقم مش هتلاقيه في مواقع تانية. الرقم ده جيد جدا. انا شايف، انا طبعا مش هتعامل بالسعر ده، هتعامل بسعر اغلى، لاني انا خلاص عميل قديم في نيم تشيب. ولكن انت قدامك الفرصه اللي انت تشتري بالسعر الجميل دوت، ال 6 دولار مش هتلاقيها في دوت كوم، مش هتلاقيها في اي موقع تاني. بكل بساطه هتلاقي في اسفل الموقع من اليمين كده، هتلاقي اهو بتكتب يعني انت استفسارك في الدومين، ولا دي ان اس، ولا ايميل، ولا كذا ولا كذا، وتدوس عليها، وبعد كده تكتب استفسارك في سؤال واحد، هتلاقي على طول في احد خدمه العملاء بيرد عليك وبيفضل معاك لغايه ما يحل لك المشكله بتاعتك. فنيم تشيب انا برجحها بصراحه، 24 ساعه دعم فني، وطبعا حاجه بصراحه محترمه، انا جربته قبل كده. فبتلاقي الموقع والواجهه بتاعتك بالطريقه دي. انت بتبحث عن الدومين بتاعك، هنا اسم الدومين بتاعك اللي انت عاوز تعمله، وليكن مثلا انت عاوز مثلا تبحث عن الكوكينج مثلا. كوكينج مثلا دي كلمه طبعا هتلاقيها اكيد موجوده، بس انا بوريك الفكره، سيرش كده. طبعا دي كلمه هتلاقيها يعني اكيد متاخده، او توكن ميك اوفر طبعا دوت، يعني ان انت قدم عرض ان انت تاخده والكلام ده كله. هتلاقي اغلب الكوكينج هتلاقيها غاليه، يعني ده ب 35000 دولار، يعني حاجه غاليه يعني. وعندك الثاني دوت اللي هو جي جي، وعندك اللي هو اكس واي زد، وجيم بكذا، وكل ده اسعار غاليه. طبعا انا مختار اسم يعني طبعا مهم جدا وسهل جدا كبراند تستخدمه في الدومين بتاعك، ولكن انا هشيل دوت. انا هختار النهارده هشتري قدامكم دومين باسم المدونه بتاعتي ليرن تكنيك مثلا، ليرن تكنيك كده دوت كوم، وهعمل بحث كده. اهو بيقول لك يعني، اهو بيقول لك طبعا لاول مره وز، يعني اول مره بالكوبون اللي انا هسيبه لكم في اسفل الفيديو، هتلاقيه ب 5.98 دولار، يعني 6 دولار تقريبا، ده في السنه. طبعا انت ممكن تختار اكتر من سنه، وده هيبقى مفيش مشكله كويس، ولكن ويبقى سعره افضل من ان انت تجدد اخر السنه، ولكن انت ممكن تختار برضو سنه واحده بال 6 دولار، وده برضو كويس. انا بالنسبه لي هيحاسبني بال 9 او ال 10 دولار دول. الساين طبعا انت طبعا حته الفيديو اللي هو بتاع ان انت تعمل اكونت على نيم تشيب والكلام ده كله هسيبه لك في اعلى فيديو في علامه الاي. ولكن انا مثلا هدخل مثلا ساين ان كده، اعمل فيريفاي، دخلني على الاكونت بتاعي او الحساب بتاعي. طبعا انا هروح على الدومين
سيرش اهو تاني، تمام؟ زي ما انتم شايفين كده احنا عملنا ايه، دخلنا هنا وكتبنا الاسم اللي احنا عاوزين نشتريه، ليرن تكنيك مثلا دوت كوم مثلا، انا عاوزه دوت كوم، فهعمل سيرش كده، تمام؟ اهو زي ما انتم شايفين متاح اهو، بس انا عندي السعر هيبقى $10 عشان انا عميل قديم. عندك طبعا انت ممكن تشتري دوت اكاديمي دوت او ار جي اللي هو اورج، ودوت بيبقى للشركات والمنظمات، وانا ما انصحش ان انت تشتريه طبعا، مش بتاعتك. مثلا هو افضل يعني دومينين او هوت اللي هي دوت كوم ودوت نت. عندك الاي اي طبعا في الوقت اللي احنا فيه دوت اللي هو وقت الاي اي والذكاء الاصطناعي، هتلاقي بص اهو يعني دوت اي اي عامل ب $79 و98 سنت. عندك الاكس واي زد ب $2. عندك الجيم طبعا الحاجات دي بتبقى غاليه. لو انت مثلا هومز طبعا، لو انت عاوز تعمل بروفايل خاص بيك هتلاقي المي، وهتلاقي طبعا كل النطاقات اللي انت حابب تشتريها، ولكن احنا هنشتري الدوت كوم. هدوس على اد تو كارت بالطريقه ديت، تمام جدا بالشكل دوت. هروح بعد كده للكارت اهو، يور كارت فيو كارت كده بالطريقه ديت. انا ماليش خصم، هو يعني مديني الخصم بتاعي اهو، المفروض ان هو كان $13 بوينت 98، هو خلاه يعني 9.58 سنت، $9 و58 سنت في السنه. وطبعا ماليش برومو كود بقى كده عشان انا عميل قديم، لكن انت تقدر تستفاد بالخصم زي ما فهمتك. طبعا اي حاجه هنا تشيلها علشان ما تضيفش اي سعر عليه، تمام؟ هتنزل تحت كده عندك كله توتال كام، توتال اهو 9.58 اللي هو بالضريبه $9.76. هنيجي كده ناخد السعر ده كده، ده لو انت عميل قديم يعني. هنيجي كده على جوجل وهنقول كده اهو بكام مصري، اللي هو بكام مصري، اوكي اللي هو كام، تمام كده هعمل $1 مثلا، يعني تقريبا ب 296 جنيه 296 جنيه بالظبط. ده هيبقى السعر الخاص بالدومين بتاعك خلال السنه، ودوت هيبقى افضل برضه سعر من المواقع الثانيه. طبعا انا استغربت في مواقع انا كنت باخد منها اسعار رخيصه، ولكن لقيت يعني اسعار بقت غريبه الايام ديت. بلاقي مثلا المواقع اللي كنت باخد منها $2 و$3 سعر الدومين، بلاقي دلوقتي بيكلمني في $11 والكلام ده كله. لا انا دلوقتي نيمتشيب افضل اختيار ليا، فانا هعمل هنزل تحت خالص وهدوس على كونفيرم اوردر كده. عندك اهو خلاص انا ضايف الفيزا بتاعتي ديت، ادوس على باي ناو، انا هتاكد بس ان السعر زي ما انا عاوز، مفيش حاجه تاني. ايه اوكي هضيف بقى باي ناو بالطريقه ديت. يعني هو بيقول لك هنا بص اهو، لو عملنا ترجمه كده بيقول لك يور اوردر لازم تم تقديمه، استخدم رقم الطلب كذا، نعم ملخص طلبك والخطوات التاليه مساعد مش كذا كذا كذا، تمام كل ده تمام. انا عندي اهو بيانات الدفع، عندي ايصال التنزيل، انزل الايصال بتاع الدفع بتاعي بالطريقه ديت بي دي اف، اخدته عندي ده مهم جدا. عندك بعد كده انا كده خلاص منتهي، برجع بعد كده انا هرجع تاني بس للغه اللي انا كنت شغال بيها. هرجع بعد كده من هنا اروح على دومينز، اروح للصفحه الرئيسيه واروح للدومين اكونت بتاعي داشبورد. هتلاقي في الداشبورد خلاص انا بقى عندي الدومين موجود خلاص كده زي ما انتم شايفين. عندك هتلاقي بقى الدومين بالشكل دوت، انا اشتركت في 17 مثلا 5/2023، فهو لغايه 17/5/2024. هدوس على مانج من هنا بالطريقه دي عشان ادخل داخل الاعدادات الخاصه بالدومين دوت، خلاص بالطريقه زي ما انت شايف كده. طيب احنا عاوزين نعمل ايه؟ عاوزين نربط بقى ببلوجر، عاوزين نربط ببلوجر. فهنيجي نعمل ايه؟ هنروح على مدونه بلوجر بتاعتنا، وهنروح على الاعدادات زي ما انت شايف كده، وهننزل وهنضيف نطاق خاص في كلمه النطاق الخاص كده في اعدادات النشر. هدوس على نطاق خاص وهرجع تاني لنيمتشيب، وهاخد الاسم اللي انا اخترته خلاص، هاخد الاسم اللي انا اخترته خلاص كوبي كده، وهروح على نيم بلوجر وهدخل الاسم دوت في النطاق الخاص. طبعا انا في حاجه ناقصه انا هوريها لكم بس قبل ما اعملها، انا المفروض بضيف حاجه بس انا مش هضيفها عشان اوريكم بس بيحصل ايه. هدوس حفظ كده، بص قال لك ايه، لا يمكن استضافه المدونات على النطاقات المجرده مثل كذا الدومين كذا دوت كوم، تمام. هو عاوز يتاكد ان انت مش دومين فرعي، فانا لازم ادخل بقى قبليها زي ما انا قلت لكم اهو، هدخل www، هدخل قبليها www.learntechnic.com، هدوس على حفظ كده بالطريقه دي، تمام جدا. هيظهر بقى اللي انتم شايفينه دوت، لم نتمكن من التحقق من ملكيتك لهذا النطاق على المواقع الموقع الالكتروني لجهه تسجيل النطاقات، يرجى تحديد اعدادات نظام اسماء النطاقات دي ان اس وادخال سجلي سي نيم التاليين، الاسم www والوجهه
الواجهه جي اتش اس كذا جوجل دوت كوم، ده اساسي. والاسم الثاني هو الخاص بقى، بيكون خاص بالدومين بتاعك تمام، وما تطلعش اي حد عليه طبعا، مش ما يخصش اي حد ان هو يعرفه، ما تخليش حد يعرفه. طيب انا دلوقتي هعمل ايه؟ هروح بقى هجيب من النيم تشيب، اروح نيم تشيب كده واروح على الادفانسد دي ان اس بالطريقه دي تمام جدا. هتلاقي الكلام دوت، هتلاقي اهو. هنيجي بقى للادفانسد دي ان اس زي ما احنا شايفين، هتلاقي اول حاجه هنا في التايب السي نيم ريكورد، ده اول واحد هعلم عليه علامه صح كده، وهعمل حذف، هدوس على حذف دي كده، ده اول ريكورد. هروح بقى هعمل ايه بقى؟ هروح على بلوجر كده، وهاجي كده عند ادخال سجلها سينيما هنا، وهجيب اللي هو الاسم اللي هو www3ww كده كوبي، وهروح تاني على الدي ان اس، هدوس على اد نيو ريكورد، واحده واحده خليك معايا، اد نيو ريكورد كده، وهدوس على السينيم، اختار سينيم، سينيم ريكورد كده، وفي الهوست هضيف www، بعد كده اروح لبلوجر تاني واختار الواجهه اللي هي ديت بتاعه بلوجر الخاصه ديت، اللي هي دي اخدها كوبي كده، وهروح على نيم تشيب وادخل في التارجت بيست كده بالطريقه ديت، وبعد كده ادوس اخلي اوتوماتيك زي ما هي، وادوس على علامه الصح كده، انا ضفت اول ريكورد. وبعد كده هاجي تاني وهروح على مدونه بلوجر، وهاجي عند الاسم التاني اللي هو دوت كده بالطريقه ديت، اخد الاسم ده زي ما هو كوبي كده، وهروح بعد كده على نيم تشيب وادوس على اد نيو ريكورد بالطريقه دي، وبعد كده اختار سي نيم ريكورد، وبعد كده الهوست اضيف في الاسم دوت، بعد كده اروح واخد الواجهه بتاعته اللي هي ديت كده بالطريقه ديت، وادوس على كوبي، وبروح بعد كده اروح على نيم تشيب، وبعد كده ادوس على التارجت، اعمل لاسك هنا، وبعد كده ادوس على علامه الصح واضيف الريكورد دوت كده، اضفنا الريكوردين دول. لما اروح على الثاني لبلوجر هتلاقي بيقول لك بقى ايه، بيقول لك ان يرجى الاطلاع على الرابط دوت، الرابط دوت هيودي لك لمزيد من التعليمات. طبعا لما اخش على رابط الصفحه ديت هتلاقي بقى فيها الاي بي هات الخاصه بجوجل او بلوجر، ما هو بيقول لك اهو يمكنك اعاده توجيه من عنوان يو ار ال بدون نطاق فرعي الى عنوان يو ار ال مدونتك، وبعد كده بيقول لك اضف سجلات الاي الاربعه هذه التي تشير الى عناوين اي بي التي توفرها جوجل، وعليك ازاله سجلات اي الحاليه اذا كنت ضمن النطاق كذا. فانا عندي الاربع ارقام دولت انا بضيفهم في الاي ريكورد، فانا مثلا هاخد دي كده واحده واحده كده واحده، هاخد دي كوبي، وبعد كده هروح على الصفحه بتاعتنا، وبعد كده هدوس على اد، بعد كده اي ريكورد كده، وبعد كده هنضيف هنا علامه الاد كده بالطريقه دي، وبعد كده الاي بي اضيفه كده بس، ادي اول واحد بالطريقه ديت. طبعا الارقام هنضيفها واحده واحده، ادي الضاف، ادي اول واحد، وبعد كده ارجع تاني واختار التاني دوت الرقم التاني بنفس الترتيب وبنفس النظام، موضوع سهل كده وبسيط، ادي اد ريكورد، بعد كده هنا اضيف علامه الاد، بعد كده الاي بي التاني، وبعد كده علامه الصح، الضاف التاني، اد نيو ريكورد، اي ريكورد، وبعد كده اخد التالت بالطريقه ديت كوبي، وبعد كده الموضوع سهل يا جماعه، ادوس هنا اد، وبعد كده هنا الاي بي التالت، وبعد كده صح، وبعد كده اروح تاني اخد الرابع كوبي كده، واروح على نيم تشيب وادوس على اد اي ريكورد اهو، وبعد كده اضيف ديت، وبعد كده اضيف الريكورد الرابع بالطريقه دي، وادوس علامه الصح كده. انا اهو زي ما انتم شايفين كده انا ضفت الريكوردات اللي انتم شايفينها ديت زي ما انت شايف كده. طبعا بعد ما ضفت خلاص الريكوردات كده اروح على مدونه بلوجر زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده ادوس على حفظ كده، كده اضاف، هتلاقيه اضاف معايا، هندوس على كلمه نطاق اعاده توجيه من كذا، اعمل كده افتحها دي كده اوكي زي ما انت شايف كده، كده انا ضفت النطاق الخاص اللي هو الدومين الجديد زي ما انت شايف كده، وبعد كده طبعا دي لو مقفوله هتلاقيها مقفوله مدى توفر HTTPS، هتعملها تفتحها كده بالطريقه ديت. طبعا دي علشان نطاق اعاده توجيه اوكي. انت طبعا لو انت عملت عرض للمدونه كده هتلاقي لسه ما تركبش، طبعا الدومين لسه ما تركبش على المدونه، هياخد وقت من 10 دقائق لربع ساعه تقريبا لغايه اما يتركب على المدونه، بياخد وقت بسيط، فانت استنى شويه. طبعا هتلاقي اهو زي ما انت شايف كده المدونه بتاعتنا خلاص اتربطت بمدونه بلوجر بتاعنا او الدومين بتاعنا اتربط خلاص. طبعا دوت الدومين القديم، طبعا ده الدومين بتاعنا، تمام هندخل كده تمام زي ما انت شايف كده، طبعا ديت الدي ان اس اللي احنا ضفناها زي ما انت شايف كده، فتم الربط خلاص تمام بالشكل دوت زي ما انت شايف كده تمام. هنروح للمدونه زي ما انت شايف كده، خلاص اهو اسم الدومين بتاعنا خلاص اهو. طبعا انا غيرت اسم الدومين بتاعي علشان اوريكم ربط الدومين، وكمان علشان انا حبيت ان انا اغير الدومين بتاعي لاسباب كتيره هبقى اشرحها لكم في موضوعات قادمه. ده كان شرح النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا، وما تنساش اشترك في القناه وفعل زر الجرس ودوس لايك لو عجبك الفيديو، وشكرا لكم ومع السلامه.